ارتبط بغيرها فشوهت وجهه بمقص، معناها خانها اخي سلطته في وجهه. اش باش نقول لك، ممكن ياسر يستاهل ممكن لا، كان جاي معناها من اول مره سوريو معاها ما نتصورش كان توصل الحكايه كيك. برشا عباد قالوا عندها الحق، عندها الحق وما عندهاش الحق، عندها الحق كونه نورمالمون معناها ما يمشيش معاه، ما يعيشش في كذبه، ما يعيشش في حكايه وهم، نورمالمون يكون سوريو معاها من الاول، مي توا صعيبه الحكايه، معناها قليل تلقى رولاسيون سوريو سيرتو في وقتنا هذا. انت ما لقيتش حتى رولاسيون سيريوز؟ انا لقيت رولاسيون سيريوز وسافا، معناها ماهيش مقلقتني ولا حاجه، اما تصير حاجات هكا تقلق ومن بعد سافا. قول انت مدبرتها عليه؟ والله مدبرتها ومش مدبرتها هكاك. علاش؟ نص نص. احكي لي. باش نحكي لك لازمنا 48 ساعة. مش مشكلة أنا قاعدين. سافا أنا الرولاسيون. شنو الحاجات الخايبين في الرولاسيون اللي تخليها نص نص؟ الشك. الشك برشا. الشك وقلة الكونفيونس. كي تبدا ما فماش كونفيونس ما بين زوز، حكاية فارغة، ما تنجحش العلاقة ما بين زوز. وكثرة توا الحكاية سواء عند البنات ولا عند الولاد، معناها حكاية الخيانة وعرفت شكون وهو عرف شكون، عادية ولات الحكاية حتى مع الرس. يعني أنت لو كان تكون في بلاصة الطفلة كيفاش تكون ردة فعلك؟ هي ردة فعلها كانت هكاك أو أنت؟ أنا ردة فعلي عادي، اللي يخليني نخليه، ما نجريش فيه. شنو هي الفايدة؟ معناها باش نشوه له وجهه وباش نضربه وباش نوقفه عند حد، وحكاية فارغة. في حكاية باش تبقى فيه طول حياته، دونك نخليه قبل ما يخليه. يجعل بلاه على غير يدي. هكاكا يجعل بلاه على غير يدي. يعني انت انسانة بيسفول هكا، معناها مسالمة، ما تضرش غيري. ناخو ثاري مش ما ناخو. كيفاش تاخو ثارك؟ فوالا. ناخو ثاري، انا ما نضربوش هو ونخليها هي، نضربهم الزوز. زوز؟ زوز. لكن في الحكاية هذي مثلا تبدا هي ما في بالهاش. وهو يعرف هو اللي خانك في الحكايه، هي ما دخلهاش. صحيح هو اللي خاني، من نتصور هي في بالها، خاطر من ريكسيون تاع وجهه من تصرفاته من برشا حاجات، ما نتصورش كان تغيب عليه حكايه كيف هكا. فما برشا يبدو في بالهم اللي هي اللي هو عنده شكون ولا اللي هي عندها شكون، وعادي يكملوا مع بعضهم. فهمتني؟ تقول لك بالك شي يلقى راحتي معايا انا خير، تو وحده وحده يجبد روحه، انا ناخذ ثري منهم الزوز. كيفاش تاخذ ثارك منها هي زيدة ترى؟ منها هي، يسحب لها صاحبها، عادية الحكاية. يسحب لها صاحب؟ كيما هي سحبتني صاحبي. ترد الغلطة بغلطة. أي واحدة بوحدة. لازم هكاك. كيفاش تعمل الأسطول؟ أنا حسيت بيه. تبدأ هي سليباتيرة؟ تبدأ هي ما نتصورش، باز عندها شكون مضروب فيها. وهي جابدة روحها وباز بونتو فيه، هو صحبة لي صاحبي، ينجم يكون اختيرة. نجم يكون، دونك انا ناخذ الطريق، اما كيكه واحدة بواحدة.